لكن انا عايز اتكلم على النخب المدنيه والنخب الليبراليه اللي فوجئنا ببعض رموزها طالعين بيطلبوا انقلاب بانقلاب عسكري لحمايه الدوله وكده. انا مش عارف يعني هل اصاب هذه النخب يعني الجنون ام الخبل. هما عندهم كراهيه للاخوان وعندنا اختلاف مع الاخوان، لكن عشان احنا كارهين الاخوان فنقول لمجلس عسكري اعمل انقلاب عسكري. فحاجه بصراحه يعني فعلا تتساقط فعلا الاقنعه، ولكن يعني مستوى فعلا من يعني النقوص غريب يعني. فانا بدين يعني كل هذه النخب التي طلبت المجلس العسكري بالانقلاب على الشرعيه الموجوده. دي نقطه. النقطه الثانيه، القانون في مصر للاسف صار مثل يعني قميص عثمان، قميص سيدنا عثمان ساعة الفتنة كله رفع قميص عثمان وكله بيقول أنا اللي معايا الحق وأنا اللي معايا كده، وفي الآخر كله بيبكي، وزي ما المثل بيقول الكل يبكي فمن الذي سرق المصحف. ما هو الناس برضو اللي هي دلوقتي بتقول ان ده غلط، ما طب انتوا كنتوا ساكتين ليه ساعة الاعلان الدستوري المكمل؟ هل الاعلان الدستوري المكمل كان صح؟ ليه ساعتها لم تجهروا يعني بالحق؟ الناس اللي بتقول دلوقتي ان هو يجب محاكمته ويجب، الاخوان كانوا ضد الاعلان الدستوري من البدايه. لا انا بتكلم على النخب القانونيه والدستوريه اللي طالعه دلوقتي في كل الفضائيات وطالعه في تصريحات يعني عنيفه جدا، ما سمعناش نفس الصوت دوت ساعه يعني لما القانون ولما الدستور تم وطئه بالاحذيه. مع احترامي الكامل ليهم كلهم، يا اما اخذ موقف متسق يا اما يعني في حاجه. القانون ده بالنسبه لي شيء مقدس والدوله مقدسه.